المدرسة سنة 30/11/2013. كما نرى هذه السكن العسكرية، وهي أكبر مراكز الشبيحة التي تقع شمال مدينة الرسان. كما نرى أوكار الشبيحة في هذه السكن، السكن العسكرية تقوم بقصف مدينة الرسن صباحا ومساء، تقوم بقصف المساجد وبيوت الآمنين في مدينة الرسن بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة. نرى هذه الكتيبة تمتد على عرض مدينة الرسن، كما نرى هذه السواتر التي تقع خلفها دبابات وراجمات جنود الأسد. مدينة الرستان 30/11/2013.